السلام عليكم. حنا من دوك مقاولين شباب اللي بغي يخضروا، بغي يخلقوا واحد المقاوله فرص شغل ذاتيه، اللي بغي يخلقوا واحد. وكنا كنبحثوا على مصادر تمويل، من بين مصادر التمويل كنا تسجلنا في البرنامج فرصه بوان كوم. من بعد ما تسجلنا قال لك حنا نتوما راه من بين المشاريع مقبوله، قال لك غدوزوا معنا واحد المرحله ديال التعليم. دوزنا معاهم ديك المرحله ديال التعليم، قال لك المرحله ديال التعليم قال لك راه نجحتوا فيها، خدينا واحد الشواهد. من بعد اتصلوا بينا قال لك راه الحاضنه غاد تكلفكم تجمعوا واحد الوثائق. من بعد دوزنا دوك الوثائق، كدير شركه ولا كدير مقاول شركه ولا مقاول ذاتي الصفه القانونيه، ولا كدير من بعد عقود الكراء. كاين اللي بالنسبه للعقود الكراء راه كاين اللي يصلح المحلات، كاين اللي يدير خدا 3 شهور ديال الكراء، كاين اللي يخلص 4 شهور ديال الكراء. كاينين دابا الناس معلقين في الكراء، كاين اللي دار دراسه مشروع عند كونطابل. المهم هادشي كامل تكلفنا واحد مجهود مادي ومعنوي والوقت والفورماسيون حتى وصلنا للمرحله ديال التمويل. في المرحله ديال التمويل اتصلوا بينا قال لكم نتوما راه من المقبولين في لاسميت في وزاره السياحه، نتوما راه من المقبولين، راه المشروع ديالكم راه داز للتمويل. حنا ملي كنمشيو مؤسسه التمويل تقولنا راه سميتكم راه طالعه عندنا في السيستيم ديال مؤسسه التمويل، تسناو غير يتصلوا بكم باش تجيو تسينوا العقد ديالكم باش تاخذوا التمويل. في الاخير حنا كنتصادموا بالواقع، تقول حنا راه اكتفينا بالعدد، والعدد هما اللي اكتفوا به. راه حنا راه دوزنا جميع الشروط اللي دوزوا هذوك اللي خذوا التمويل، حتى حنا راه خدينا جميع الشروط وحسينا بواحد الامتياز. الامتياز هذا شويه حنا تصادمنا بواحد الواقع، حنا بغينا نخلقوا واحد الكفاءات. وهاد الشباب راه تبارك الله راه كاينين مجازين، كاينين سبيسياليست، كاينين تكنيسيان، كاينين تخصص، كاينين خدمات، كاينين سيرفيس، باغيين جاوا بواحد الطاقه كبيره باغيين يخدموا. في الاخر ما كيصطدموا بهاد الواقع هذا، هما يلا عاد باديين، راه كتجي واحد شويه. حنا نتمناو نلقاو لهم شي حلول تمويليه مع الجهات الاخرى ديال التمويل. راه كاينين الحلول، راه كاين يمكن يديروا شراكات مع جهات التمويل، كاينين يديروا حلول تمويليه، راه كاين خبراء، راه كاين حلول ديال التمويل. قبل ما تلجؤوا لتنظيم هذه الوقفه، واش راسلتوا الجهات المعنيه؟ راسلنا الجهات المعنيه، راسلنا عده جهات، هما دابا الجهات اللي راسلناهم مازال حتى هما كنتسناو الرد ديالهم. مثلا جهات ديال مؤسسات الوسيط راه راسلناهم، كنتسناو مثلا يكون الرد ديالهم. راه راسلنا شي جهات ومازال لحد الان راه كنراسلوا، ونتمناو توصل الرسالة ديالنا هي الأولى لجلالة الملك نصره الله، اللي هو عطى واحد النموذج اجتماعي تضامني، اقتصاد الاجتماعي التضامني لهاد الفئات الاجتماعية، اللي تخلق واحد مناصب الشغل وواحد هاد الكفاءات لهاد الشباب هادو. يتمناو يشوفوا شي حلول للشباب وهاد الشابات هادو اللي جاو هما بواحد الكفاءات باغيين يخدموا. وحسينا بواحد الامتياز، حنا دوزنا جميع المراحل، وشي تمول وشي ما تمولش. في الاخر في الاول هما في الاول ياخذوا واحد العدد يحبسوا، ما يبقاوش يعربوا في ملفات، عرم عرم عرم، وما راه عارفين غير يكتفيوا بواحد العدد كيعرموا في الملفات. والملفات شنو فيهم؟ راه فيهم عقود الكراء، فيهم شركات، فيهم مقاول ذاتي، فيهم سينيسيس، فيهم متابعات قانونيه، وفيهم وفيهم وفيهم. في الاول اكتفوا بداك العدد، خداو واحد العدد، خداو 10000 1200 يحبسوا، وهذاك العدد الثاني يقولوا لي حبسوا ما ديروا حتى حاجه حتى نحتاجوكم وندخلوكم العدد الاول، وخلاونا حنا كنجمعوا في الاخر قال لك اكتفينا بالعدد. حنا يتمناو حنا غير حنا كنتمناو يلقاو شي حلول، راه كاينين الحلول، حنا نتمناو باسرع وقت. راه الناس راه كاريه، الناس راه كاريه، يديروا شي حل في اقرب وقت. الناس راه كاريه وعندها مشاكل، وصرفات 4 شهور الكرا وخمس شهور وست شهور، ومازال المحلات ومازال دابا صابره كتقاوم، مازال كتسنى الحل باسرع وقت. نتمنى نلقاو شي حلول منها، ونتمنى من وزيره السياحه تلقى لنا شي حلول تمويليه، ومن الجهات المختصه يشوفوا هاد الشباب وهاد الكفاءات اللي بغى يدعم جلاله الملك نصره الله. القيس عادل مشارك في برنامج فرصه ومتضرر من برنامج فرصه. انا شاركت في هذا البرنامج هذا على اساس اننا ان شاء الله غادي يمولونا وغادي نديروا مشاريع وننميوها وننميو البلاد ونمشيو زعما بعيد. هذا البرنامج هذا اعطاه صاحب الجلاله المقاولين الشباب باش يدعمنا وباش باش نمشيو ان شاء الله بعيد في هاد البرامج هادو اللي كيطلقوا هادي. دفعنا لهاد البرنامج تقريبا في شهر 3، دفعنا ليه في شهر 3 وتقبلنا فيه، دوزنا مراحل ديال التكوين، دوزنا مراحل عده من شهر 3 تقريبا. حنا كندوزو في المراحل،
قالوا لنا بانكم راه نجحتوا في هذا التكوين هذا وتقبلتوه، هنيئا لكم، مبروك لكم. الحاضنات كيصيفطوا لنا دائما مبروك لكم، هنيئا لكم، راكم تقبلتوا في هذا البرنامج. دابا بقى خصكم ديروا صيغه قانونيه وتكريو وهذه باش دوزوا المرحله ديال التمويل. مشينا حنا كنتسلفوا من نيتنا يعني على اساس اننا راه تقبلنا في هذا البرنامج هذا، تسلفنا الفلوس، كرينا، درنا صيغه قانونيه وجدنا منين جينا كندفعوا الملف ديالنا باش ناخذوا التمويل ديالنا كنتفاجئوا باننا ترفضنا من هذا البرنامج هذا. علاش ترفضنا؟ قال لك اسيدي وصلنا لوبجيكتيف. حنا منين نتوما وصلتوا لوبجيكتيف ما كنتوش تفرضوا عنا نديروا صياغه قانونيه، ما كنتوش تفرضوا عنا نكريو، كنتوا في مرحله ديال التكوين تقولوا لنا الاخوان انتم راكم ما تقبلتوش، حنا راه عندنا واحد لوبجيكتيف وصلتوا لنا، سمحوا لنا، راه كاينين برامج اخرى. ولاو تيقولوا لنا هما راه كاينين برامج، حنا كون بغينا دوك البرامج اخرى كون مشينا لهم شحال، كون مشينا لهم راه عارفينهم حنا. ولكن حنا هذا البرنامج هذا عطاه لنا سيدنا، ما فيهش الربا، ما فيهش ما فيهش سميتو كتردوا على مده ديال عامين، يلاه بنادم يكون راسو ويدير هادي وهادي. في الاخر كنتفاجئوا باننا راه تقصينا من هذا البرنامج هذا. انتم قصيتونا وحنا غرقنا. كتقولوا انكم هذه الوقفه جات من اجل فضح التلاعبات اللي كاينه، واش عندكم يثبت ان كاين شي تلاعبات فيها؟ التلاعبات يعني هما اللي عارفين، يعني ما يمكنش انت وصلتي لوبجيكتيف ديال انك ديال 10000 وهزيتي 4000 ملف وصلتي لمرحله التمويل وكتقول لها اننا حنا وصلنا، ما يمكنش 4000 ملف. الا غتهز غتهز واحد 100 واحد 60 نقولوا، ماشي انت 4000 ملف وصلتيها لمرحله التكوين التمويل، وافقت عليها لجنه التمويل، وافقت عليها وزاره السياحه، وافقت عليها البنكه. يعني حنا راه خصنا نكونوا مول فلوسنا، يعني حنا دازوا لنا، خصنا حنا نتمولوا. حنا دابا حنا بغينا نعرفوا هاد الفلوس ديالنا فين مشات، فلوسنا فين مشات، يعني حنا راه خسرنا رزقنا. وتجي في الاخير وتقول لنا بانك وصلت لوبجيكتيف، راه لا يعقل هذا الشيء. وكنطلبوا من صاحب الجلاله اللي دخلنا في هذا المشكل ديالنا، حنا راه غارقين، راه عاطين شيكات وعاطين وكرينا محلات صلحناهم وهذه، وفي الاخر ما لقينا باش نخلصوا هذا الشيء، ما لقينا باش نديروا. كنتمناوا من السلطه تدخل ودير معنا شي حل، حنا راه غرقنا. الشباب كامل اللي واقف هنا راه تقريبا عنده شيكات غيدفعوا ليه في شهر 12. انا تقريبا خسرت واحد 20000 درهم، وكاينين الاخوان اللي خاسرين حتى 50000 درهم تقريبا اللي خاسرينها. كاين عندهم صور ديال المحلات مصلوحين ب 50000 درهم، ب 40000 درهم، وزيد الصياغه القانونيه راه كتعرفوا انتم الشركه تقريبا راه كتقام ب 5000 درهم، والكرا تقريبا كاريين من شهر 7، من شهر 7 وحنا كنخلصوا في الكرا الى حد الان. وهما وصلوا لوبجيكتيف شرط سعود وخلاونا حنا، ما قالوا لناش كون غير من وصلتوا انتم لوبجيكتيف شرط سعود كنتوا تقولوا لنا انكم راكم ما مقبولينش باش حنا نلغيو داك الكرا، نحيدوا الشركه ما قادينش عليها. هما خلاونا كنهضروا مع 55 44 اللي طالقين وزاره السياحه على اساس نتواصلوا معاهم، تيقولوا لنا لا انتم مقبولين، انتم الملف ديالكم غادي تمولوا. وخلاونا زايدين تنغرقوا في الكرا وزايدين تنغرقوا في، والله يهدي ما خلق. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.